بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. المؤتمر النهاردة كان بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاتصالات ورئيس التربية والتعليم. المهم رئيس الوزراء قال إن الرئيس السيسي اتدخل وانقذ دفعة التابلت. ازاي الكلام ده؟ وطبعا اعلان الجدول هيبقى يوم السبت. طيب تعالوا نشوف الرئيس السيسي اتدخل ازاي وانقذ دفعة التابلت. اول حاجة طبعا احنا كنا عارفين ان في ناس هتمتحن ورقي وفي ناس هتمتحن الكتروني. طبعا وزير التعليم كان قايل ان في ناس هتمتحن ورقي وناس هتمتحن الكتروني. الرئيس السيسي لما عرف ما عجبوش الكلام وقال ان كل طالب هيمتحن الكتروني هيبقى معاه نسخة من الامتحان ورقي، وهو يختار براحته، عاوز يجاوب الكتروني ماشي، عاوز يجاوب ورقي ماشي. قرار، لا هو بيقولك لو ما تعرفش، قرار رئاسي اتاحة النظام الورقي بجانب الالكتروني كبديلين متاحين معا لاداء امتحانات الثانوية العامة. تمام. الوزارة بقى اكتر يعني كلها وكل المستشارين اللي فيها ما كانوش عارفين يوصلوا لقرار زي ده، ولا كانوا عايزين يوفروا ورق ولا ايه مش عارف. المهم طبعا دفعة التابلت اللي هي الدفعة المظلومة اللي هي تعتبر يعني هم بيتفخروا بيها، والعيال شايفة المر وشايفين ان هم اسوأ دفعة في تاريخ مصر، هتمتحن بقى الاتنين مع بعض زي ما ايه زي ما قلنا. اما نوعية الاسئلة بقى اللي هم بيتكلموا فيها لغاية دلوقتي لسه هتبان في شهر 6 وتقريبا كده حاجات ربنا يستر. طيب الوزير بقى اتكلم برضو في المؤتمر وقال ان هو هيعقد الوزارة التربية والتعليم هتعقد مؤتمر صحفي هيذاع على القنوات المصرية، علشان بس محدش يتعب، واحنا ان شاء الله هنحاول نعمله بس برضو على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت 5 يونيو 2021 لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية لهذا العام. يبقى كل حاجة هتبان ان شاء الله في يوم 5 يونيو 2021 التفاصيل، ولكن الحاجة الحلوة اللي عملها الرئيس ان هو هيوفر امتحان ورقي بجانب كل امتحان الكتروني علشان الطالب يقدر يختار براحته الحاجة اللي هو عايزها. تمام. يلا ربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.